واش تقبل تبرع بالاعضاء ديالك منين تموت؟ عندي واحد الجواب يمكن لي نجاوب عليه، ولكن سبحان الله هو ربي خلقنا بالاعضاء ديالنا، خلقنا وحنا برجلينا بالاصابع ديالنا، بيدينا بالاصابع ديالهم، وجهنا بالعينين ديالهم، والنيف ديالو، والفم ديالو، والاذنين ديالهم، والشعر ديالو، الراس فيه، الدماغ فيه، المخ فيه، كذا الى اخره. غنقول لك واحد الكلمه، ها انت الا باغي تبرع بالاعضاء ديالك ماشي تتموت، هذيك بنت حي تتبرع، تبرع سمعتي، وتبرع لحقاش انت حي، ولكن انت الا مشيتي تمتي ها وهزينا لك كلوه شدينا حيناها كنولوا في الشرك بالله تعالى سبحانه الا هو. ها نقدر نقول لك ايه نتبرع بالاعضاء ديالي الا جاتني اكسيدو كراف، ديك الاكسيدو اش بها ما بين الموت والحياه، يمكن لي نكون باقي حي ها وغادي يجيو عندي وياخذوا الاذن مني انا بالله، واش غاتبرع بواحد العضو اللي هو في الجسم ديالك؟ انا واخا تشوفني هكا قناوي ثقافه عامه وعليا ونهضر معاك في ايتها حاجه، سمعتي جي عندي وانا حي ونكون شي اكسيدون غراف مثلا ضربني طرامواي ها باقي حي ها باقى لي واحد 20 دقيقه واحد 55 دقيقه واحد الساعه الله ربي سمعتي واحد الساعه الله ربي، لحقاش الاطباء ملي غادي يديوك ويشخصوا ها ذاك الجرح اللي فيك وذاك الالم اللي فيك؟ الطبيب راه عنده علم. ولا تبرعتي وبقيتي حي؟ الا تبرعتي وبقيتي حي كنت تسمى عندك اجر، غتقول اللهم اني لك، اللهم اني لك وتفعل فيما تشاء، هذه هي الكلمه اللي كاينه. الدوله كذا كتمت عليك لحقاش انت يا باقي حي سينيتي ها، علاش جا عندك الطبيب وهمك بواحد الوهم قال لك بالله راه انت غادي تموت باقي لك واحد القد والقد، قبل ما تموت بغيناك دير الحسنات، بغيناك دير الاجر كذا، تقريبا انت راك شربتي وانت باقي صحيح، زنيتي وانت باقي صحيح، كيجي عندك طبيب اللي هو ديال دينه متمكن وكذا وكيدخل لك هذاك الشيء دينيا، سمعتي انت كتقبلو كشخص شخصيا بالقلب ديالك وهذاك الشيء، ها يمكن لي انا ديك الساعه غادي نتبرع لحقاش الكلام ديال الطبيب غلب عليا بزاف، غلب عليا بزاف، لحقاش شخص المرض اللي فيا انا وشخص الاجل ديالو اللي غنبقى فيه عايش ولا نكون فيه حي، ديك الساعه يمكن ليا، ولكن باش تنموت تنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وتخرج مني الروح اخر قطره يقطروها ليا بالقطن، ها وتخرج مني الروح عاد نجي ويدوا ليا رجل يشدوها يحيوها، لحقاش حنا فاش كنموتوا راه كيموت فينا القلب، سمعتي، ولكن كيبقى فينا الدماغ عايش 25 دقيقة.